الناجحة في المجالات المختلفة، هذا بالإضافة طبعا لتكريم الأم المثالية لهذا العام، وهي مسابقة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي لها شروط عدة. مسابقة الأم المثالية والمرأة المثالية والتي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي تشترط العديد من الشروط المختلفة والتي تعكس مدى تضحية هذه المرأة وقدرتها على الوفاء باحتياجات أبنائها على الرغم من عدم وجود الزوج. الآن يلتقط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه صورة تذكارية مع المكرمين وأيضا مع الأم المثالية المكرمين هذا العام، مكرمين في مجالات مختلفة استطاعوا أن يحققوا العديد من الإنجازات على مدى سنوات عملهم، وأيضا الأم المثالية استطاعت أن تحقق إنجازا لأسرتها، استطاعت أن تنجو بأسرتها وتحقق بها النجاح وتحقق لأبنائها دائما النجاح والتفوق. مشاهدينا الكرام، في عام 1923 دعت هدى شعراوي لتأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، وأيضا طالبت برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بالرجل من ناحية القوانين، وكذلك ضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوي والجامعي وما يتعلق بقوانين الزواج. في عام 1928 دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة، وفي دستور عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب. لكنه الحقيقة أنه بفضل القيادة السياسية ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية صدرت العديد من القرارات التي دعمت